مينو هاد؟ افتحي الباب. يو مينو انت وشو بدك؟ بدنا محسن موجودا. شو بدكم من محسن لك ابني؟ هلا بلا كتر حكي وافتحي الباب، اذا ما فتحتي الباب رح نخلع الباب ونهد البيت فوق روسكم، ويكون بعلمك البيت محاصر من اربع جهاته وما في مفر. محسن ماله هون يا ابني؟ نحن متاكدين من وجوده بالبيت، واذا ما سلم حدا رح نهد البيت فوق روسكم. ها يو ليش شو عامل محسن؟ بعدين بتعرفي شو عامل. بس ماله هون لك ابني؟ والله ماله هون. اذا كنتي صادقه بكلامك افتحي لنا الباب وخلينا نفوت نتاكد. بس يا ابني ما بيجوز تفوتوا على الحريم، انا لحالي. لك هلا حنخلع الباب ونفوت بالقوة. ما بصير الحكي، شو هاد؟ إذا ما فتحتي الباب رح نخلع الباب ونفوت بالقوة يا حرمة. طيب لحظة لأخذكم طريق، لحظة. جايين ياخذوا محسن من بيته للدار، بس شباب الحاره شركوا نصهم ونصهم الثاني هرب، ونحن بدنا نكمل عليهم اذا الاراد يا مو. انا جاي معك اخي، جاي معك. جيب السلاح بطريقك حمزه. لا يا عباس، اخوك صغير على هالدعكة دخيلك. لا يا مو لا، حمزه سرق بضايق ورجال، مي حلوه يضل قاعد بالبيت ورجال برا بالحاره عم تتقاتل. والله فيه والله. دعينا يا مو دعينا. الله معكم، الله يحميكم، الله ينصركم على عداكم. يا ربي دخيلك، يا ربي دخيلك تحمي. عباس
حفولة عبيدية معك يا خيي. الله معك يا بي. بكرت يا عباس، بكرت يا عباس، كسرت لي ظهري يا خيي، كسرت لي ظهري يا خيي، كسرت لي ظهري يا خيي، كسرت لي ظهري. فكرت كثير يا عباس، فكرت كثير. السوق سكر عم يصبر صغير. لعمة وين راحت عالة؟ السلام عليكم أخ سمين. وعليكم السلام، أهلين نو. لك شو القصة؟ ليش هيك الدكاكين كلها مسكرة؟ ليش ما دريت؟ ما دريت؟ لا والله ما دريت. شوفي برا صارت لك طوشة، طوشة كبيرة بالإمارية، وراح فيها أحلى شباب الإمارية. شو عم تحكي أنت؟ مين راح؟ عباس، عباس الجابري. عباس الجابري راح؟ لا شو عم تحكي أنت يا صديق؟ حطي على عبتي عليك يا عباس الجابري، يا خرب بيتك يا فريد على القصة. عباس الجابري مات، الله لا يوفقك يا عمي على الدمار الطابوس اللي وقعك فيها. كيف كان بدي روح بحالي أنا؟ لك كان عباس الجابري راح، عباس الجابري مات، وين راح عباس الجابري؟ الله لا يوفقك يا عمي. ابن عمي ولك المخبر بيكون لقاها؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. مشان الله ترد لي خبر، الله يوفقك. خلص خلص بقدركم. الله معك، الله معك، تقبرني الله معك. يا رب يا رب دخيل اسمك، يا رب دخيل اسمك تحملي هالرجاله. وليه على قامتي عليه؟ انه ما دام اولادها طعم الاكل، وليه على قامتي عليه؟ دخيلك يا ربي دخيلك. طمنيني يا مو. تقبروا قلبي. راح ابوكم، راح ابوكم يسال عن اختكم بالمخفى. وقلتك رح تلتقى وش السعد يا مو؟ لك لك أنا أمي بدها تلتقى، لك أم بدها تلتقى، بدها ترجع لنا سالمة غانمة. شو عم سلم؟ شو عم يوش؟ شو عم سلم؟ شو عم سلم؟
طالب. بشر عم يا طالب بشر. لك مين؟ طب منا أبو طالب. ريحنا يا أبو طالب الله يريحه. على الله يا أبو. حليم الله إنه الليل ما دنا طعمته. الله يفرج. آمين يا رب. شغلة شغلة بتحط العقل بالكف. يا الله. خليل وسهلين بطالي يا ابو خليل طمنا ان شاء الله خير يا ابو خليل ان شاء الله ان شاء الله خلينا ابو عدنان السلام عليكم شرف شلونك جيب شاي عمرك يا الله امي صار شيء مشان الصغيرة يا اخي بطالي عم نستنى رد المغفر والباقي على رب العالمين لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله المهم المهم تفضل انا بعرف انه همك مكفيك وزايد عنك بس في اشياء لازم خبرك فيها لانك خير من عرف الواجب خير يا ابو عدنان امبارحة علقاني بين رجال من الإماريه ودوريه من الحاكميه الفرنساويه مستشهد في الدعكي عباس الجابري عباس الجابري ابنه لأبو عباس اللي راح بوشاية من كم سنة يا أبو عدنان؟ ما غيره لا إله إلا الله الله يرحمه ويرحم والده أمين